هو ليه الاهلي فاز وادى اداء كويس وسيطر على الجيم طول التسعين دقيقة وحقق فوز عريض جدا على واحد من افضل الفرق في دوري ابطال افريقيا واللي اقصى فريق الترجي في دور الثمانية؟ الاهلي بنفس الرسم التكتيكي بتاع الثلاث ماتشات اللي فاتت اللي كنت بتكلم هنا وبوضحها وبقول ان في مشاكل كتيرة في طريقة 4-2-2-2، ووضحت المشاكل وقلت ازاي بيتسو موسيماني يعالج المشاكل دي عشان الاهلي يقدر يبقى شكله احسن في الملعب، لان اللعيبة هي هي، المدرب هو هو، الرسم التكتيكي لما اختلف اللعيبة لسه مش حافظاه، لسه مش متعودين عليه، غير ان في بعض الاخطاء بتحصل في الرسم التكتيكي ده او في طريقة او في تطبيق الخطة دي او تطبيق الرسم التكتيكي. النهاردة حصلت تفصيلة معينة من ضمن التفاصيل الكتير اللي شرحناها هنا فرقت بشكل كبير جدا في اداء الاهلي وعلى مستوى خلق الفرص. فلما خلقت فرص كتيرة قدرت تسجل 4 اهداف، فانت ده الطبيعي. طبيعي انت لما تيجي تخلق 3-4 فرص في الجيم كله، ما انت ممكن 3-4 فرص تجيب منهم جول او ما تجيبش منهم خالص، انما لما تخلق 12 و13 و14 فرصه فطبيعي فرصك التهديفيه هتزيد، وبالمناسبه ده في اي فريق في العالم. بس قبل اي حاجه ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للشانل وتشغل الجرس عشان كل فيديوهاتنا توصلك، وتابعوني انا صاحب الكوره عشان نشوف كل الحالات النهارده المهمه اللي ساهمت في تطور شكل الاهلي الهجومي والدفاعي مع بيتسو موسيماني في نص نهائي دوري ابطال افريقيا قدام فاك ستيف. اول حاجه هنتكلم عنها تنظيم الاهلي، عشان برضو زي ما احنا انتقدنا الاسلوب في الثلاث مباريات اللي فاتوا في الدوري هنتكلم عنها النهارده، وهنشيد بالتطوير لبيتسو موسيماني ولاعيبه الاهلي. 4-2 ادي حمدي فتحي وادي خيال ديانج، 2-2 ده الرسم التكتيكي للاهلي. بص معايا اسلوب فريق وفاك ستيف، وفاك ستيف كان بيقابل ازاي. وفاك ستيف كان بيتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-2-4، هي ريسك نوعا ما، لكن ركز على نقطه معينه هي دي اللي ضايقت يمكن الاهلي في البدايه. ادي 4 وادي 2 وفي رباعي دفاعي في الخلف. ايه اول نقطه ركز عليها؟ هي رقابه الوينجرز بتاعت الاهلي لما بتخش في قلب الملعب، الثنائي بتاع وسط الملعب بيراقبوا دايما الوينجرز عشان ما يدولهمش اي مساحه ان هم يبداوا يشتغلوا وينقلوا الاهلي لمناطق خطوره. طيب بيتسو موسيماني عمل ايه عشان يقدر يعمل كثافه للاهلي او يصنع الفارق للاهلي؟ زي ما قلت لك، سواء احمد عبد القادر او حسين الشحات اللي هم اكتر الوقت اللي هم اللي بيخشوا في قلب الملعب عشان هم الاثنين وينجرز بتوعك بيخشوا دايما لقلب الملعب، فبالتالي لما ثنائي وسط الملعب بقى مراقبهم مان تو مان فما بقاش في مساحه او في قدره ان انت تطلع عن طريقهم او تستغل نقطه القوه اللي انت عايز تعملها في القلب. فعمل ايه بقى بيتسو موسيماني؟ استغل مين او ناور بمين؟ بص معايا هنا، طاهر محمد طاهر وبيرسي تاك اللي هم بيشتغلوا كاثنين مهاجمين، وده حسين الشحات وده احمد عبد القادر. طيب دول الرباعي اللي المفروض متراقبين من دفاع ووسط فريق وفاق ستيف. انا لازم اعمل الفارق، اعمل ما هو مختلف. ما هو الكوره هي اني بفرغ مساحه عشان استغلها، وان انا دايما افاجئ الخصم سواء بتحرك مفاجئ من لاعب سواء بلاعب غير متوقع تماما يبدا يجي يشتغل في المساحه دي، وهو ده اللي عمله بيتسو موسيماني. بص معايا هنا، بيرسي تاو بيسحب قلب الدفاع وبينزل لتحت عشان يوهم مدافع فريق فاك ستيف ان هو اللي نازل في المساحه هنا عشان يبدا يستلم الكره فيبدا يشغل الاهلي في ال 30 متر الاخيره. عشان ايه؟ عشان تتخلق مساحه ما بين الباك وما بين قلب الدفاع الثاني عشان يخش حمدي فتحي الغير متوقع تماما، محدش متوقع من دفاع ووسط فريق فاك ستيف ولا حتى مدربهم اللي قاعد بره على الخط ان حمدي فتحي ارتكاز الاهلي المدافع هو اللي هيخش في المنطقه دي. ففي النهايه الكره تتلعب من اليو ديانج اللي هو لاعب الارتكاز بتاعك لحمدي فتحي لاعب الارتكاز الثاني جوه قلب منطقه الجزاء. بص هنا، المدافع اللي هو الباك المفروض الباك ضم كل المساحه دي عشان يدخل مع حمدي فتحي عشان يقفل عشان ما يخلوش يستلم ويبقى عنده اريحيه في مقابله الجول. فايه اللي حصل؟ جه احمد عبد القادر هنا بدون رقابه تماما، برده محدش باصص، كله باصص على الكوره وبص، والمفاجاه اللي ازاي حمدي فتحي اللي هو ارتكاز فريق الاهلي هو اللي يخش يستلم جوه منطقه الجزاء. ازاي مش عبد القادر ولا طاهر ولا حسين ولا اللعيبه اللي بيشتغلوا في الشق الهجومي؟ لا، ده لعيب مدافع، لعيب انا مش متوقعه اساسا. فحصل ايه؟ استلم عبد القادر عند الزون 14، المدافع داخل اصلا هو ايه يعني، اوبا شوف داي شوف داي وشوف داي. بص احمد عبد القادر كسر لجوه، عنده مساحه، حط الكوره في القايم. بص الفكر، بص الفكر اللي دايما بيتسو موسيماني بيفكر فيه دلوقتي. الكوره في الناحيه الشمال للاهلي اللي هي يمين وفاك ستيف، احمد عبد القادر فاتح الملعب هناك، بيرسي تاو بياخد المدافع وبيميل معاه، طبعا ترحيل ده طبيعي، امر طبيعي. هنا طاهر محمد طاهر مع المدافع الثاني، حسين الشحات المفروض ان هو هنا، ما هو الوينج بتاعك، بس عشان 4-2-2-2 بتخلي دايما الوينجرز داخلين في قلب الملعب، فدخول حسين الشحات هنا سهل حاجة
حاجه كويسه جدا على الاهلي. ايه هي؟ ده الباك اليمين لفريق وفاق الصيف ماشي هنا او مراقب احمد عبد القادر، هنا بيرسي تاو متراقب بقلب الدفاع اليمين، هنا طاهر محمد طاهر متراقب بقلب الدفاع الشمال. وبص معايا قلب الدفاع بيشاور لوسط الملعب فين، مين اللي ماسك ده يا جماعه، انا اللي هطلع معاه ولا مين اللي هيمسك ده؟ بص اللخبطه اللي انت بتعملها دايما للفريق المنافس، مجرد ما انت بتعمل كثافه، مجرد ما بتبدا تعمل مارك او تمسك كل واحد لواحد وتخلق له مفاجاه، الطبيعي ان الراجل ده هو الماسك، هو اللي ماسك حسين. بس مش الطبيعي ان لما حسين يقطع بعرض الملعب عشان يخش في العمق في الناحيه في اقصى الناحيه الشمال، الراجل ده يخش معاه ويسيب مساحته، انت كده هتودي الفرقه في داهيه. فتحرك طاير لتحت، بص حتى خد بالك من التحرك، بيرسي تاو ثابت هناك، انا مش عايز اشارك في الكوره، كل دول ان انا هسحب المدافع في الناحيه الشمال، طاهر محمد طاهر بيتحرك هنا عشان يسحب معاه المدافع فيوسع مساحه في القلب عشان الكوره تتلعب من علي معلول لحسين الشحات اللي بيطلب الكوره بتحركه عشان هو اللي يستلم في قلب الملعب. وفي النهايه يجي بيرسي تاو، لان المدافع هنا طبيعي هيسيب بيرسي تاو وهينساه، ما الكوره مع حسين الشحات في القلب فانا لازم اقفل، هيسيب بيرسي تاو نفس كوره احمد عبد القادر اللي هو ايه، بخلي حد يستلم مفاجئ، بيتحرك تحرك مفاجئ يخش يستلم في قلب الملعب عشان انا كبيرسي تاو او كعبد القادر او كطاهر او حسين الشحات اللي هم اصحاب القرار او هم صناع صناع المفاجاه دول يبقوا جايين من تحت بدون رقابه. فبص بيرسي تاو جاي بدون رقابه تماما، حسين الشحات يستلم في الحته بتاعته، عنده مساحه كويسه على الكوره يسدد الكوره، برده نسمع صوت حلو قوي اللي هو صوت رنه العارضه، لكن في النهايه لو في الشبكه الصوت هيبقى احلى كتير لانك هتسمع صوت الجمهور. بص معايا اهو، ادي الثنائي وسط الملعب زي ما بقول لك، ادي اهو 4-2-4، ده تنظيم وفاق الصيف. بص بقى تحركات لعيبه الاهلي عشان نخلق مساحه في عمق الملعب عشان ده المنطقه اللي احنا بنحب نهاجم منها، دي منطقه موسيماني المفضله. بص معايا احمد عبد القادر هناك، بص احمد عبد القادر فين وركز واحفظ المنطقه دي، احمد عبد القادر في اقصى الشمال للاهلي، وحسين الشحات هو اللي بيتحرك ناحيه اليمين، بيحاول انه يفتح شويه ناحيه اليمين عشان يوسعه او يغربله وسط ملعب فريق وفاق الصيف فيخلقوا مساحات في العمق بشكل كويس. بص معايا هيحصل ايه دلوقتي، احمد عبد القادر قطع من اقصى الشمال عشان يستلم في اقصى اليمين عشان يسحب معايا الارتكاز فيفضي حسين الشحات هنا اللي عمل معاه السويتش، عملت غربله في وسط ملعب فريق وفاق الصيف، انا هنا مركزي انا كارتكاز وسط ملعب وفاق الصيف ده مركزي ومكاني، فانت لما تيجي تسحبني للمنطقه بتاعتي هتفضى، فيخش حسين الشحات في المنطقه دي عشان يخلق يصنع الفارق. ما انا برده زي ما قلتها لكم كتير، انا كفرقه زي الاهلي فرقه كبيره مش هعتمد طول الجيم على تكايه واحده او تركايه واحده، لا طبعا انا عندي حلول كتيره، مره حمدي فتحي، مره حسين الشحات بيقطع، مره يجي يحصل السويتش يجي عبد القادر يمين ويقطع حسين الشحات شمال فاعمل غربله في وسط الملعب زي ما حصل هنا، عشان في الاخر مهاره احمد عبد القادر العاليه يقدر يعمل الترنات بشكل كويس جدا، عنده رشاقه ومرونه كبيره جدا انه يقدر يغير وضعيات جسمه عشان في الاخر يسلم حسين الشحات في مساحه كويسه في قلب الملعب بدون رقابه تماما، فبالتالي تيجي بوشك هيبقى عندك القدره على صنع الفارق. بص معايا كره الجول الثالث للاهلي، بيرسي تاو ولويس ميكسوني الاثنين ضامين في القلب زي ما بقول لك، الوينجرز بتاعت الاهلي بتضم دايما في البوكت، هنا بيرسي تاو عنده مساحه كبيره انه يبدا يستلم في البوكت اللي هي منطقه التساؤلات اللي غصب عنك هتربك الجزء ده فتعمل الفارق، عشان بيرسي تاو يستلم في القلب وهو بيعمل الترن بشماله بيسندها لمحمد شريف اللي بيقطع في المنطقه او في المساحه دي بيطلب الكره بتحركه. فبص في النهايه الراجل ده ما غطاش المساحه مع محمد شريف ولا طلع على بيرسي تاو، عشان كده بقول لك من منطقه التساؤلات، المدافع اطلع ولا اقف؟ السؤال اللي بيساله نفسه ده بيعطله جزء من الثانيه، فجزء من الثانيه ده بيخلي الاهلي او بيخلي المنافس يضرب المنطقه دي عشان محمد شريف يستلم، ومن حسن حظ محمد شريف ان الكره كانت بتطب سنه، فلما جه غرفها كانت سهله معاه فسجل الجول من اروع الاهداف الجيم النهارده. ايه اسباب تطور الاهلي رغم انه كان بيلعب 4-2-2-2 اللي هي نفس الطريقه اللي لعب بيها في الثلاث ماتشات اللي فاتوا في الدوري وكان أسوأ ما يكون؟ الميزه زي ما قلت لك انك بدات تدي ادوار للباكين ان هم يطيروا ويفتحوا الملعب. فبص معايا مهاجم ومهاجم، اتنين وينجرز ضامين في القلب، الباك اللي هناك فاتح، وبص محمد هاني لما علي معلول زاد هو عامل توازن للملعب، علي معلول زاد فانا هرجع، علي معلول رجع فانا هزيد. بص معايا هنا عبد القادر وحسين الشحات ضامين في القلب، هنا المهاجمين الاثنين المهاجمين بتوعك وهناك علي معلول فاتح الملعب، وطبعا لما حسين الشحات ضم للقلب اكبر المدافع انه يخش لجوه، فبص المساحه الكبيره اللي اتخلقت لمعلول، ده المفروض كان يحصل في مباريات الدوري، بس في النهايه انت عشان بتطبق طريقه جديده فطبيعي اول ما تطبقها هيبقى في يعني لخفنه، اللعيبه مش فاهماها مش حافظاها مش مستوعباها مش مرتاحين فيها، انما ماتش والتاني والتالت هتلاقي اسلوب الاهلي في 4-2-2-2 اتطور وانفجر بشكل كبير زي ما حصل في 3-4-3 وغيرها. علي معلول بيعمل الكره العرضيه وبص 1-2-3
أربعة من لعيبة الأهلي جوه منطقة الجزاء، أي نعم انتشارهم ما كانش حلو في الحالة دي، فعشان ما فيش حد هنا متمركز صح وما فيش حد قاطع على الأيام البعيد، حصل إيه؟ العرضية اتلعبت، لقت محمد هاني في التكملة الناحية التانية. ففي النهاية لما أنت طيرت الباكين عملت 4-2-2-2 كما ينبغي وزي ما الكتاب بيقول. بص في الشوط الثاني، هنا الوينج داخل لجوه، هنا الوينج داخل لجوه، وهنا الاثنين مهاجمين. بص محمد هاني فين؟ محمد هاني من كتر ما هو طاير ومشعلق فوق بقى عندك الجرأة كمان ان انت تخش لعمق الملعب وتخش لقلب منطقه الجزاء عشان يعمل العرضيه الارضيه كما ينبغي. طه البيرسي تاو بيقشرها له كده، بقول له كل يا باشا الف هنا وشيف، عشان في الاخر بيرسي تاو كل اللي عمله عمل كده ببطن رجله، هو ما حطش فيها قوه، الكره جايه له هو وجه بس ببطن رجله، فتح بطن رجله عشان تخش جوه الجول، بس سهوله كبيره. فانت حسيت ان الجيم حلو قوي والاهلي حلو قوي، وبالعكس انت بقيت بتقول ايه؟ ليه 4؟ ما احنا كان ممكن نكسب 5 و6 و7. ليه؟ عشان الاهلي وصل لك ده، انما في ماتشات تانية واحد حلو قوي عليها، يعني بالمنظر اللي احنا شايفين ده واحد حلو قوي. النهارده 4-0 وانت بتقول ليه ما كسبناش 5 و6 و7؟ بسبب ان الاهلي خلق فرص كتيره، بسبب انه طبق الطريقه بتاعت 4-2-2-2 كما ينبغي. ايه الميزه الثانيه اللي عملها بيتسو موسيماني او طورها بيتسو موسيماني؟ اسلوب الضغط ومنطقه الضغط. بص حتى معايا في حاله وفاق سطيف مثلا بيخرج على الجنب الشمال للاهلي اللي هو يمين سطيف، بص معايا هنا حمدي فتحي، علي معلول، وبص في التغطيه، بص العمق الدفاعي الهايل اللي عامله اليو ديانج، بص اليو هنا مامن وعامل عمق دفاعي مع حمدي فتحي بحيث ان الراجل ده لو فرد وعدى من الاثنين دول يلاقي دايما اليو ديانج عنده السرعه كافيه زي ما بقول لك وعنده القوه يبدا ينقض لان هو عامل عمق دفاعي في المنطقه دي. الراجل عرف يعدي او يمررها للراجل اللي جاي من ورا، فبص اليو ديانج راح قفل عليه ووراه هنا في التامين والعمق ايمن اشرف. ففي النهايه انت رحلت الملعب وعملت المنطقه اللي انا بقول لكم عليها، ومشكله ان انت دايما بترحل فبتسيب العمق، بس ضغط قربت وضيقت خطوطك، فبمعنى اصح يعني عملت حجب للرؤيه، فاللعيب بتاع سطيف ما بقاش عارف، ما بقاش شايف الملعب، ما بقتش عارف امرر لمين، فبختار اقرب واحد ليا يمكن هو يخرجني، بمعنى اصح ضيقت منطقه لعبهم قوي، فبقى سهل عليك تفتك الكوره. مشكله 4-2-2-2 الدفاعيه كنت اتكلمت عنها سواء في مباراه الجيش او في مباراه سيراميكا، انه الوينجرز ضامين في القلب فبيسيبوا دايما الباكين سواء محمد هاني او معلول او وحيد دايما في موقف واحد ضد اثنين. فبص معايا محمد هاني هنا في موقف واحد اهو ضد اثنين، بص الوينج بتاعك جوه في القلب على ما يرتد هو مجهود بدني كبير، فحصل ايه؟ تعليمات من موسيماني بين الاثنين ارتكاز بتوعك، واحد فيهم اللي هو اليو ديانج مثلا ناحيه اليمين بيرحل ويقفل مع محمد هاني، وحمدي فتحي بينزل يعمل عمق، وبيجي احمد عبد القادر اللي هو الوينج الشمال بينزل في وسط الملعب ما بيرتدش للحاله الدفاعيه او ما بيبقاش واقف جنب علي معلول عشان ما يجريش مساحات لعب كبيره. بص هنا اليو ديانج وحمدي فتحي، ادي اتنين اهم، وادي اتنين، وادي الاثنين مهاجمين، ده عبد القادر، ده بيرسي تاو، ده الشحات، ده طاهر، عشان تبقى انت معايا في الاسماء. هنا محمد هاني بيقابل الاثنين دول لوحده، اليو ديانج بدا يرحل عشان ما يسيبش محمد هاني في موقف واحد ضد اتنين، وحمدي فتحي بيجري عشان يضيق المساحه مع اليو ديانج، وعبد القادر بينزل كارتكاس تالت معاهم عشان لما اليو ديانج يجي هنا وحمدي فتحي يرحل تبقى في مساحه فاضيه كبيره، ده لو احمد عبد القادر ما رجعش. بص معايا محمد هاني بقى بيقابل هو وديانج الاثنين، وهنا ياسر ابراهيم باصص على الملعب وفي نفس الوقت مضيق معاهم، وبص حمدي فتحي بيتحرك هنا عشان يضيق المساحه ما بينه وما بين ديانج، وهنا خيال احمد عبد القادر منازل مكمل لوسط الملعب، مش هخليك ترجع تحت قوي، ترجع يعني مثلا هنا تخيل معايا حسين الشحات هو اللي راجع هنا، فراجع لتحت قوي عشان تتحول هجوميا ممكن يبقى في تاخير وبطء وهلك بدني كبير للشحات، لا ده هو هيرجعه لوسط الملعب بس عشان يبقى مقفل تالت جنب الاثنين ما يبقاش فيه مساحه في البوكت. الحاجه اللي افتقدها الاهلي في مباراه المصري، مباراه الجيش، ومباراه سيراميكا هي انه كان بيسترد الكوره بعد فتره طويله قوي، فطول الفتره اللي انت فاقد فيها الكوره مش معاك، فبالتالي مش هتعرف تعمل بيها حاجه ولا هتعمل خطوره. انما النهارده الاهلي ضغط عالي، ضغط من فوق، ضيق وقرب مساحات الضغط، فالراجل حامل الكوره ده ولا هيعرف يمرر للراجل اللي على الخط لان حسين الشحات قفل له زاويه الباص، ولا هيعرف يمرر هنا عشان بيرسي تاو معاه الكوره، ما قداموش غير انه يلعب طويل. هو اختار اصعب واسوأ حل في الدنيا انه يمرر هنا للراجل ده، معرفش هو كان بيفكر في ايه وهو بيمرر الكره، فطاهر هنا قفل زاويه الباص ونقطع الكره وبدات تتحول ب4-2 من دفاع سطيف. طاهر محمد طاهر اختار برضه في رايي اسوأ حل، انا كنت شايف بما ان بيرسي تاو مدخل الراجل ده لجوه مرر الكره ليه؟ احمد عبد القادر، احمد عبد القادر في الحته دي هيبقى جايب وشه وهيبقى وضعه، وضع جسمه ووضعه التشريحي ووضع المرمى بالنسبه له افضل من حسين الشحات، انما هو اختار حسين. الكره دي لحسين سند رجله الثابته، فرجله الثابته خبطت الكره، فلما جه يشوطها شاطها من من من, من من اخرها من طرفها، فما جاتش، ما لبستش كويس وما جاتش في المنطقه اللي هو كان عايزها.
انتهت حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم.